ناشط مدني يتساءل لماذا لا يتم تسليم مادة الطحين إلى المواطنين وهي متواجدة لدى المطاحن مكدسة، ولماذا يتم التغافل من قبل الحكومة والاستهزاء بالمواطنين بتوزيع عليهم مواد قليلة وأغلبها تكون تالفة ومنتهية الصلاحية. دعونا نتابع تساؤلات الناشط. هسه عليه من نعتب ما ندري، نعتب على الوزير، نعتب على الموظف التنفيذي بمحافظة البصرة، نعتب على المحافظ، نعتب على رئيس مجلس محافظة. يعني انتم مجلس محافظة البصرة قاعدين شو تسوون؟ بس قلوا لي شو تسوون قاعدين بالمحافظة؟ يعني هسه ندق بابي اجاني وكيل مال كمية ثقه بمحمد وانا صايم على القيابس قوي احكي، اجى قال الطحين طارقينه بس ما جاي يوزعونه، ما جاي يوزعونه للمواطنين. يا اخي باسم الفقير، الفقير محتاجه، اكو ناس ما عاد تاكل، ثقه بالله. الى متى هذا السكوت والصمت باتجاه المواطنين الضعفاء بالبصرة؟ من يوصل صوتهم؟ يعني لما يطلع لك وزير او رئيس وزراء يقول راح اطيب رمضان كل مواطن نص كيلو عدس، يعني انت شنو تهيننا مثلا؟ ها انتم ليش ما تحترمون نفسكم؟ هسه الطحين سالفتنا، الطحين مطروق يعني طارقينه من الوزاره ما اعرف منين، بس ظل بالمطاحن، هاي المطاحن ما جاي يوزعون الوكلاء. يا بقيت ليش ما يوزعون الوكلاء؟ يقول ماكو رقابه. دوار تاهي، هاي شوفوها، هاي المطاحن انا وراها تاهي، والله تاهي المطاحن. الله لا يوفقكم بحق الحسين الشهيد، بشرفكم العباس عليكم. الكل مواطن هسه وين الافطار؟ بعد نص ساعه الافطار. ادعوا الله يهلك الناس اللي مأذي المجتمع، الله ما يهلك الظالم. حسبي الله عليكم ونعم الوكيل يا مفسدين.